طريقة عمل أكلة سريعة، نجيب قطيع مع الباقلة، فول يعني بين قوسين، طماطة وبصل، ليمون، هاي معضلة الطعام، زائد شوية رشة ملح، رشة فلفل، نحط القبق هيجي، نسده، نحط الكهرباء هيج، نجيب هاي هنا، يقعد كل شيء عدل، قاعد، نشغل، دقمة. بعد هاي عبر عندنا الخليط زوال البزون فول فول مدمس. بعد هنا نقصنا شويه معدنوسات عليهم وكذا، وتحياتي وبالعافيه وهنيئا مريم. وبالنهايه يكون هاي الوجبه الرئيسيه مالتنا فول مدمس مع زلطات شويه تبوله، وصحه وهنا وبالعافيه.